آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، جميل أن يفتتح الإنسان يومه بكل نشاط وحيوية مع تلاوات قرآنية تستمع إليها من خلال أبنائنا الطلاب، وأجمل أن تكون من خلال هذه التلاوات ومن خلال هذه المسابقة وفي أجزاء مختلفة أن أيضا يتنافس المتنافسون في هذه المسابقة، ألا وهي مسابقة القرآن الكريم، والتي وبحمد الله تعالى رتب لها الترتيب الجميل والتنظيم الأحسن والأكمل لأجل أن تخرج بهذا التميز من خلال بوابة تعليمية طالما كانت معنا وأيضا رعتنا في برامجنا، ألا وهي مدارس المجد الأهلية. وها نحن في مسابقة القرآن الكريم وفي حضن أيضا مدارس المجد ولتحفيظ القرآن الكريم. عندما تكون هذه المسابقة فإنها لنا بكل فخر وبكل اعتزاز وبكل تقدير أن نكون مع هؤلاء الطلاب منذ البداية في حضورهم لهذه المدرسة، أيضا في ضيافتهم، في متابعتهم حتى خروجهم إلى مدارسهم. هذه المسابقة هي مسابقة سنوية تقام على مستوى المكاتب، وهذه التصفية الثانية أو المرحلة الثانية من التصفيات. تم التصفيات على مستوى المدارس هذه الأيام، التصفيات على مستوى مكاتب التعليم، ثم بإذن الله عز وجل ستكون هناك تصفيات على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وثم المرحلة الأخيرة للفائزين ستكون بإذن الله عز وجل على مستوى المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة بإذن الله عز وجل. في هذا الوقت وفي هذا المكان الجميل أحب أن أوجه الشكر الجزير لإخواني وزملائي في مدارس المجد على ضيافتهم، على ترتيبهم، على تنظيمهم، وفي مقدمتهم أخي وعزيزي الأستاذ عبد الرحمن المرشود. أيضا لا أنسى زميلنا الكريم الذي في كل صغيرة وكبيرة أكون معه ويكون معي، المشرف التربوي في التربية الإسلامية في مكتب التعليم بجنوب الرياض الشيخ عبد الرحمن القرعاوي. لا أنسى فريق العمل الذي نظم ورتب وشارك سواء بالتحكيم أو في المسابقة ذاتها حتى تخرج في أجمل صورة، ليس لأنها مسابقة بل لأنها تحمل اسم القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي